جدار الفصل العنصري لا يفصل فقط بين القرى الفلسطينية ومزارعها، إنما يفصل في بعض الحالات بين أفراد العائلة الواحدة وبين الطالب ومدرسته، وربما أيضا بين الأم وأطفالها. هو جدار قاتل، قاتل على أكثر من مستوى، قاتل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، قاتل على المستوى الاقتصادي، فهو يؤدي إلى إغلاق كثير من المحال التجارية والمحال الصناعية. أيضا هذا الجدار أثر على التواصل ما بين أفراد الأسرة الواحدة. هناك كثير من الحالات التي تبين وتؤكد أنه صاحب المزرعة أصبح غير قادر على أنه يصل إلى أرضه وإلى مزرعته. والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل من خلال هذا الجدار أسوأ من التمييز الذي كان يمارس في جنوب أفريقيا. هذا الجدار له أبعاد خطيرة واسعة، استهدف الشجر والبشر والحجر، استهدف امتلاك الأرض الفلسطينية للصالح الإسرائيلي، تهجير المزارع، تهجير الساكن الفلسطيني من الأرض إلى مناطق تعد هي كانتونات عملها أو سعى الاحتلال الإسرائيلي يعملها للأهالي هنا في الضفة الغربية، وبالتالي أصبحت الضفة بفعل هذا الجدار هي عبارة عن سجن صغير. يشكل هذا الجدار اعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى القانون الإنساني والدولي، ويخالف أبسط الحقوق الإنسانية التي أتت على ذكرها القوانين والديانات. هذا الجدار ينافي كافة المواثيق وكافة الدساتير المحلية والدولية التي أكدت على حرية التنقل، حرية الوصول، حرية تنقل الشخص ما بين منزله وسكنه، ما بين جامعته، ما بين مدينته. ونحن الآن نشهد في القرن 21 هذا الانتهاك الصارخ لجدار الفصل العنصري الذي يتعارض مع الحريات، بل الحد الأدنى من الحريات المتاحة لكافة شعوب العالم. جدار فصل عنصري كونه يفصل بين أبناء الشعب الواحد وسلب حقوقهم الأساسية ليس لشيء سوى لأنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تلفزيون القدس التربوي، عمر القاسم، رام الله.